بنادم ديروا لي فوق من راسو دلاحة، انا غير فرتك دلاحة، رجع اربع خطوات ودير دلاحة با فرتك. هو يقول لهم جو سوي ماتريكس، بداو كيصفقوا عليه. جا فرنساوي قال لهم حيدوا لي الدلاحة، حطوا لي فوق من راسو تفاحة، انا غير فرتك التفاحة. رجعت سبعة خطوات هو ودير التفاحة با فرتك. هو يقول لهم جو سوي لك لك، بداو كيصفقوا عليه. المؤمنين المؤمنات، جا ديال الناس كاع، جا المغربي قال لهم حيدوا لي الدلاحة، حيدوا لي التفاحة، حطوا لي فوق من راسو زبيبة، أنا غير فرتكة ونقدر نفرتك موتا هو، ما تعرفش كاين الوقت اش تجيب. رجع 36 خطوة الله ربي تكتب، عرفت شنو الحمارة حيفاش؟ آه ماشي شحال ضربوا هنا قتلوا. اللي واقع هو انه اليوم عرضوا عليا الجوايو دي بارك الجروب على اللي يدير ان ايفينمون زوين، و زعما انا فرحان بزاف لانه غادي نتلاقى مع ناس زوينين، كاينين دي زونفون، كاينين ناس باغيين يضحكوا. دونك هذا هو الواجب ديالنا، انه نرسموا الابتسامه على وجوههم ونحاولوا ما امكن اننا نخدموا شويه، لانه دابا الحمد لله تحركت الامور من بعد عامين وحنا جالسين دابا الحمد لله العجلة دارت كيف كنقولوا. والله يخلي دائما الناس فرحانة وضاحكين وناشطين، وهذا الشيء اللي كاين. والله يختيك تتي ضاحكة. هذا مكان، ورمضان مبارك سعيد عليكم، والله يفرحكم، والله يخليكم دائما في أعلى المراتب، تبارك الله عليكم. احنا اليوم كنتواجدوا في منطقة البارك اللي هي واحد منطقة سياحية اللي كتستقطب العديد من المغاربة ومن الزوار من غير المغاربة كذلك، بحكم أنها منطقة جميلة. واليوم احنا كنتواجدوا مشروع لو جويو دي بارك اللي هو مجمع سكني وتجاري فيه شقق سكنيه راقيه وكذلك محلات تجاريه اللي غتستضيف العديد من لي زاكتيفيتي اللي غيكون فيهم خدمات و يعني مسائل اللي غتكون اضافه نوعيه لهاد المنطقه. بالنسبه لهاد الايام مفتوحه هي فرصه لاستقبال الزبائن ديالنا واستقبال الزوار، وغيكونوا اون انيماسيون اللي غتكون بالنسبه للصغار والكبار، وبالنسبه للمقبلين على شراء شقق ولا شراء محلات تجاريه كاينين العديد من المفاجات ومن الهدايا، وحتى بالنسبه للاثمنه كاين عروض ممتازه. يعني بالنسبه لليوم هو حفل اللي غنستقبلوا فيه العديد من الوجوه الفنيه والثقافيه، غيكون الكوميديين يكونوا موسيقيين ووجوه اعلاميه، وكنرحب بالجميع عندنا، مرحبا بكم. Thank you.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.